ضياء الدين، في عمري 11 سنة، نسكن في الدويرة. عم بالك بلي في نصف الكرة الأرضية الشمالية كيكون الصيف، الجنوب يكون الشتاء؟ قول والله والله ما كان على بالي. أصبر دوك نفهمك. دوك نروح نعيط لآدم والآخرين وفهمي. أيا تفهمنا. عندي هوايات عديدة، منهم علم الفلك. جاني علم الفلك مصادفة عندما كنت أتصفح مواقع الإنترنت. خويا يحب كي نهضر على علم الفلك، مام صحابي انتريسون، يجيهم انتريسون، وكل يوم نهضر معاه ونشوفوا بارفا النجوم في الليل ويعجبوا الحال. بابا 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 وي روح نوري لك حاجة. وشنو هي؟ بابا انستلت ابليكاسيون تاع علم الفلك. كان في الاول يجي يسقسي وشنو هذا، ومن بعد ما رجع يطالع رجع يكتسب وحده، لقيته بلي يعني يكتسب معلومات انا ما نعرفهاش. انا رجعت نتعلم منه، مام في العائله كامل مع الوقت سما اكتسب بالمطالعه في الكتب ولا بالانترنت ولا بالتلفزيون، وديما يتبعهم. حلمي انه نروح النادي فيه إمكانيات كبيرة باش نتعلم علم الفضاء. السلام عليكم. السلام، أهلا بك، مرحبا. الله يسلمك. أنا حبيت نتعلم علم الفضاء، ولطالما أني حلمت أني نكون رائد فضاء أسترونوت. مرحبا، رائد فضاء؟ معا نكتشف ضياء الدين، تفضل. رائد الفضاء لازم له لباس خاص، رائد الفضاء معناه يبحث في الفضاء. الأكثر منه عالم الفلك اللي يبحث في الخبايا تاع الكون. أنت رائد فضاء أو تريد أن تصبح عالم فلك؟ عالم ما عم بالي، لا أدري ما هو الفرق. إذن مع بعض سنكتشف الفرق. قبل ذلك هدية من طرف المركز حتى نتمكن من الرحلة. تفضل ليا. شكرا. كي دخلت دار الشباب حسيت روحي لقيت الوسائل اللي تخليني نكون نحقق حلمي. كي لقيت الوسائل جي كونفيونس باللي راح نحققه. ولا بون اول اداه تحرس الفلكي هي عين مجرده. استعمال العين من بين الاساسيات تاع الفلكي. باش تصبح فلكي يجب ان تعرف دقائق الفضاء هذا والكون والسماء بالعين فقط، لان استعمال الوسائل فيما بعد يعد تقنيه للتكبير برد. لكن العين المجرده هي الفهم، تفهم الكون وتفهم الفضاء. الحلقات الفلكية بالنسبة للحساب، لسكستان ولا الأسترولاب، البوصلة، لابوصول، النظارة الفلكية أول جهاز يستعمل في الرصد الفلكي، الأسترولاب كذلك، النظارة المزدوجة، الجمال، والمقراب الفلكي أو التلسكوب. هذه كلها المراحل، لكن أهم شيء أنا أقول لك ضياء هو البداية بالعين المجرد. عرفت بلي الآلات الفلكية ماشي سهلة جو باش تشوفي، لازم لك تركيز، لازم لك بزاف حاجة متعلقة بالتركيز. وعلاه لازم نمارس الفلكية وعلاه ما نحطوش تلسكوب في كاش بلاصة ونشوفو؟ أحسنت، سؤال جيد وجميل جدا. ببساطة الممارسة الفلكية نختاروا لها الأماكن العالية، الجبال، الأماكن مثلا عندنا في الصحراء، مثلا في الأماكن اللي ما فيهاش ضباب، ما فيهاش أضواء، ما فيهاش انعكاسات، مثلا أمام البحر لا يصلح. كما احنا عندنا المرصد قديما كان في بوزريعة، كان أماكن جبلية ساعدت للرصد الفلكي. نتمنى أنه كاين فرص أخرى باش نروحوا كما قال الأستاذ المناطق مخصصة لرصد الأجرام الفلكية، الأجرام السماوية، باش نشوفوا بالتلسكوب وعلى شكله الحقيقي. لا طالما تمنيت اني ما نشوفش على شكل صوره، نشوف الشكل الحقيقي مذنب، نيزك، جرم فلكي، جوبيتر. تشوفي جوبيتر حاجه هايله، لا جيونت غازوز.
خصني نفتح مجرات راية. المجرة هي عبارة عن مجموعات نجمية اللي فيها مجموعات شمسية اللي فيها الكواكب اللي فيها ومركزها عبارة عن ربما ثقب أسود نهاية ربما مش ثقب أسود لكن نهاية الحركة تاع كل هذه المجموعات الموجودة في المجرات أنواع عديدة فيه ديكاتالوج فيه تصنيفات فيه أشياء كثيرة ضياء ربما يتطلب العمل تاعنا راح نقول حصص عديدة لمعرفة الكون. الأرض حول الشمس في 365 يوم أو 364 يوم وأيضا 365 يوم إيه هو ربع اليوم ست ساعات 365 كل سنة 365 وست ساعات ست ساعات كيفاش نزيدوهم في النهار لا كل عام نزيدو ست ساعات ما نقدروش لا كل ربع سنين هذوك السبايع نخزنوهم في نهار واحد هو هو 29 فبري أحسنت جميل جدا فالكتي درب التبان درب التبان معناها طريق تاع القرط اللي يخدموا في القرط يرفضوا القرط في الليل كي يكونوا دايين يبدا يطيح ورقه بورقه قطعه بقطعه بقطعه يسرى الانعكاس تاع الضوء تاع القمر يرجع يلمع كيما نشوفوا في السماء النجوم وهذوك النجوم هما جزء من اجزاء درب التبان على بها سميناها درب التبان حسيت بصعوبات كثيره حسيت بمعلمين سخط معلمين مدارس كيما مدرسه تاعي حسيت باللي باش تخلي واحد يفهم لازم لك جهد عمل ووقت وتوضيح والكلمات اللازمه جو ما لازمش تكون لازم تكون في بلاصتها ما لازمش تكون في بلاصه واحد اخرى على كل حال هذه محطة راح نقول المحطة الأولى راح نديروا تجربة بسيطة على كل حال ضياء باش نشرحوا واحد المبدأ القوى الطاردة المركزية نحتاج في تجربتنا إلى قطعة وقطعة أكبر منها من نفس أنا خيرت ممحات قسمتها ممحات صغيرة ممحات كبيرة واحدة صغيرة واحدة كبيرة إذا كانت الممحات الصغيرة هذه تمثل القمر هذه ماذا تمثل؟ الأرض وإذا كانت هذه تمثل الأرض ماذا تمثل هذه؟ قمر أحسنت إذن ببساطة القمر والأرض مربوطين بخيط هذا الخيط واش يمثل؟ يمثل الجاذبية أحسنت نقدر نسميه الجاذبية ولا نسميه العصا التي تمسك القمر حتى لا يذهب في رحلة بعيدة عندي هذه الأنبوبة حتى أستطيع تحريك الخيط بطريقة نأخذ هكذا تجربة ونبدأ في حركة دائرية حول القطعة الأولى حول نفسها ونرى مع بعض ماذا سيحدث إذن يتحرك القطعة الصغيرة التي تمثل القمر حول الأرض في حركة دائرية ثابتة وكل ما نزيد السرعة تاع الدوران كل ما يزيد الارتفاع كما راك تشوف ونحتفظ بها هكذا مجرد أنني نتوقف ماذا يحدث ضياء تقدر تقول لي هناك احتمال أن يسقط القمر على الأرض أو يذهب في رحلة للفضاء أحسنت إذا كانت القوة تاعي طاردة كبيرة معناها قوة الدفع هذه كبيرة ينقطع الخيط ويروح لأبعد نقطة وإذا توقف هكذا يسقط على الأرض هذه القوى تسمى القوى الطاردة المركزية
وكأنها القمر يريد أن يبتعد عن الأرض والأرض تريد أن تجذبه. وليدها تقول له ريح معايا، ويقول لها لا ماما روح كبرت، لا ريح معايا. في هذا الحركة تاع الذهب والإياب والتسارع بين الأرض والقمر يحدث ما يسمى الحركة الدائرية حول الأرض. وهذه على كل حال فيه تأثير تاع الجذب على الأرض بحيث من الأرض على القمر بحيث أنه يبقى يدور حولها، وفيه تأثير القمر. تقدر تقول لي تأثير القمر على الأرض وش يدير لها؟ يخلي الماء يتحرك. وعملية تحرك المياه تاع المحيطات والبحار ماذا تسمى؟ المد. المد. المد والجزر. إذا هل أسعدتك التجربة ضياء؟ نعم أستاذ. إذا نكمل الرحلة مع بعض في محطة أخرى. يلا. في الحياة الواقع في الكون في الفضاء، الممحات الكبيرة هي الأرض، والممحات الصغيرة هو القمر أو كوكب أو تابع. الخيط هي الجاذبية، أي الجرم الأكبر يجذب الجرم الأصغر في الحياة فيزياء. في هذه التجربة جربنا قانون فيزيائي أنه عندما يكون القمر يدور على الأرض يدور بسبب الجاذبية ومحاولته، وكأنه يحاول الخروج والأرض تجذبه، فهذا معزز لطاقة الدوران. إذن ضياء مرحبا من محطات الرحلة، أجمل محطة على الإطلاق. تقول لي علاش نقول كاين واحد الحكمة تقول الكتب بساتين العلماء، العالم البستان تاعو الحديقة تاعو اللي يحب يقعد فيها هي الكتب. إذا حبيت تولي عالم أقعد مع الكتب. تقول لي كيفاش نقعد مقابلهم هكا كيما رانا؟ لا نقراهم. أحسنت. على فكرة ضياء جاتني فكرة أنني نهدي لك هذا الكتاب، نهدي لك هذه الموسوعة الكبيرة، الموسوعة الصغيرة شكلا، الكبيرة معارف. تفضل. يعطيك الصحة أستاذ. توعدني بحاجة. نعم. أنك تقرأ الكتاب. وعد أستاذ. ونقدر نكتشف اللي قريته. مجموعة أسئلة عبر النت، ولكن تلقى بك مباشرة سأكتشف ذلك. استفدت أنه الكتاب هو بستان العالم. مادام بستان العالم سوينا فيديو با باش كي ترجعي عالمة ولا هكا حاجة إطار، ماشي تغزري في الكتاب صافي دغيا عرفتي، لازم تقرايه وتفهميه. اكزامبل حرف يرجع كلمة، وكلمة ترجع جملة، وجملة نص وشابيت حتى توصل للفكرة. أدعوك ضياء لشيء جميل جدا، بما أن الأطفال يحبون اللعب، وعندنا الحكمة تاع أبو بكر الصديق يقول فيها علموا أبناءكم وهم يلعبون. معناه اليوم التعليم يمر عبر اللعب، لعبة مع بعض نكتشف من خلالها الفضاء. تفضل. يلا ضياء نلعب. فهم اللعبة؟ لا لا. على السريع، هذه رحلة في الفضاء، المراحل اللي نمر عليها بواسطة النرد، زهرة النرد هذه النرد أشير لدي نطلقه ويعطيني مجموعة الأرقام. هذه مجموعة الأرقام هي اللي تحرك بواسطة البيون تاعي، مكوك الفضاء، هذا مكوك تاع الفضاء اللي راني ونرتحل عبر النقاط. وكل محطة عندي حاجة، واحدة تردني له، واحدة تقول لي تقدم، واحدة تقول لي راك في الفضاء، واحدة تقول لي راك خارج مجموعة شمسية إلى آخره. يلا ننطلق. خمسة أنت تحت تأثير جاذبية القمر. أنت تحت تأثير جاذبية القمر تقدم ثلاث خطوات. واحد ممتاز. ضياء الدين شعلة اليوم، شمعة تضيء فضاء الجزائر، وهو حلم يتحقق من خلال رغبة العديد من الأطفال اللي راح يتابعوه. صراحة اليوم حتى وإذا لم يصل ضياء، فآلاف الأطفال في الجزائر سيحلمون نفس حلم ضياء، ونكون نحن البذرة التي زرعت من أجل إنتاج ولا مشتلة لهؤلاء الأطفال مستقبلاً علماء في كل اختصاصات. مجال الفلك والكون شيء عظيم رائع.